تقدم كبير لمجلس منبج العسكري وداعش يستخدم المدنيين دروعا بشرية. الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقف على مشارف صنعاء وضباط صالح يلوذون بالفرار. طالبان والقاعدة تقارب في الظاهر وخلاف كبير في الجوهر. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استوديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. والبداية مع موجز لأهم الأنباء. ما زالت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطيران التحالف الدولي تحاول التقدم في مدينة منبج بعد سيطرتها على الأطراف، وتحاول حصار تنظيم داعش داخل المدينة في الوقت الذي يمنع فيه تنظيم داعش أكثر من 200,000 مدني من الخروج من المدينة ليستخدمهم كدروع بشرية في ظل انعدام الأدوية وانقطاع المواد الغذائية. وتتركز أعنف الاشتباكات في الجهة الغربية من المدينة عند دوار الكتاب مع قصف مركز المدينة من قبل طائرات التحالف الدولي. إذن بعد سيطرتها على الأطراف وبعد حصار بعد حصار تنظيم داعش داخل المدينة. على الصعيد السياسي، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جون مارك إيغو تطابقا في رؤيتي السعودية وفرنسا بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان واليمن، مؤكدا على تمسك المملكة بموقفها تجاه الأزمة السورية، ومشيرا إلى أن أمام الأسد خيارا، إما الرحيل سلميا أو عسكريا. فيما يتعلق بموقف المملكة تجاه بشار الأسد، موقف المملكة لم ولن يتغير. هناك حلين في سوريا، لا خيار ثالث، أما حل سياسي أو حل عسكري، وكلهما يؤدوا إلى إبعاد بشار الأسد، شخص مسؤول عن قتل 400,000 من الأبرياء وتشريد 12 مليون وتدمير بلد لا مكان له في ذاك البلد. موقف المملكة ثابت، موقف المملكة داعم للشقاء في سوريا، موقف المملكة يهدف إلى إيجاد مستقبل جديد لسوريا، يحافظ على وحدة أراضي سوريا ويعطي جميع الفئات المجتمع السوري حقوقها، ويؤدي لمستقبل جديد لا يشمل بشار الأسد. فما في تغيير في الموقف السعودي. في لبنان المجاور، أعرب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الثلاثاء عن خشيته من أن تكون سلسلة الهجمات الانتحارية في بلدة القاع بداية موجة جديدة من الهجمات الإرهابية في البلاد. وكانت 8 هجمات انتحارية استهدفت على دفعتين قرية القاع الواقعة على الحدود السورية مساء الاثنين، قتل خلالها 5 أشخاص وجرح العشرات. سعى الجيش العراقي الاثنين إلى القضاء على متشددي تنظيم داعش المتحصنين في أرض زراعية إلى الغرب من الفلوجة لمنعهم من شن هجوم مضاد على المدينة بعد يوم من إعلان تحريرها. وقال ضابط في الجيش إن المدفعية العراقية قصفت أهدافا بينما ضيقت القوات الخناق على ما يصل إلى 150 متشددا في مناطق على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، ودعمت غارات جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة العملية. في اليمن، كشفت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني باتت على مشارف مطار صنعاء، ما دفع 30 ضابطا من بقايا الحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي عبد الله صالح إلى الفرار خارج البلاد. وقال اللواء ركن ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان للشرق الأوسط إن القوات الموالية للشرعية حققت تقدما نسبيا في منطقتي فرضت نهم والجوف وباتت على مشارف مطار صنعاء. معي عبر الهاتف من عدن الدكتور علي الخلاقي المحلل السياسي والعسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور علي. بداية، ماذا يعني هذا التقدم والوصول على مشارف المطار؟ ماذا يعني لنا عسكريا وماذا يقول لسير المعركة؟ شكرا لكم وللمشاهدين الكرام. والحقيقة أن ما تشهده الآن الجبهات العسكرية من اشتداد للمواجهات هو نتيجة حتمية للفشل الذي لحق بمشاورات الكويت التي سعى المجتمع الدولي والإقليمي وكذلك السلطة الشرعية إلى محاولة إيجاد حل
سلميا لهذه الأزمة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية وبتواطئ ودعم من قوات المخلوع. ولكن حين وصلت المشاورات إلى طرق مسدودة وأجلت إلى ما بعد عيد الفطر اشتدت تلك المواجهات التي نراها الآن في أكثر من جبهة وبالذات في جبهة صنعاء حيث اشتداد المعارك الآن. وكما سمعنا من قادة المنطقة نفسها أن هناك تقدما على الأرض وأن والمقاومة مقربة من مشارف صنعاء وأن مدفعيتها قادرة على إيصال نيرانها إلى مطار صنعاء. ولا شك أن الانهيار المعنوي الآن سيصيب قوات المخلوع والحوثيين بعد أن استنفذوا قواتهم وكذلك استنفذوا مخزونهم من الكذب على مؤيديهم الذين طالما منوهم بانتصارات وهمية وبأنهم يدافعون عن الشعب. ولكن حالة الناس في صنعاء وفي كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثيين وميليشيات صالح باتت الآن تعاني من ضغط شديد ومن حصار، وهو الحال الذي رأيناه في المناطق المحررة أثناء سيطرة تلك الميليشيات. والحمد لله أن كثير من المناطق بالذات في المناطق الجنوبية ومناطق مغرب والجوف قد تنفست السعداء. نعم. ويبقى الآن الدور على بقية المحافظات حيث تشتد المواجهات. نعم. في محيط صنعاء وكذلك فرق دكتور في محافظة علي. البيضاء التي تسجل المقاومة الشعبية فيها بطولات رائعة دكتور علي تسمعني؟ كثيرة في ميليشيات الحوثيين. نعم تسمعني دكتور علي؟ نعم. طيب في فرق بالأداء الانقلابيين بين قبل والآن، يعني اليوم نتحدث عن فرار حوالي 30 من ضباط المخلوع علي عبد الله صالح، ماذا يعني هذا؟ هل من فرق في الأداء بعد كل هذه المحاولات للوصول لحل سياسي وعدم النجاح وبعدها التصعيد على الأرض لحسم الموضوع؟ هذا الهروب إن صح فهو شيء طبيعي، وقد رأينا مثل ذلك في فترات سابقة، خاصة وأن الكثيرين وجدوا أنفسهم مضطرين ومكرهين للوقوف إلى جانب هذه الميليشيات الانقلابية. وحينما رأوا الآن أن الهزيمة قد باتت ربما وشيكة في جبهة صنعاء التي عولت عليها الميليشيات كثيرا، ورأينا كيف حاولت فبات طبعا هذا يؤثر أكثر وغيرها، وهذا ما سيلحقه أيضا الكثير من الهروب لبقية العناصر التي طيب. ما زالت انتهى وقتنا. أنا أشكرك جزيلا عبر الهاتف من عدن الدكتور علي خلاقي المحلل السياسي والعسكري، اعذرني على المقاطعة. لقي 42 شخصا مصرعهم في سلسلة تفجيرات انتحارية تبناها داعش استهدفت مواقع عسكرية في المكلا جنوب شرق اليمن وفق ما أفاد مسؤولون. وقال مدير الصحة في محافظة حضرموت إن 40 جنديا قتلوا في الهجمات بالإضافة إلى امرأة وطفل، وأصيب 37 آخرون بجروح. يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اجتماع قمة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، يتوقع أن يمارس خلالها ضغطا على بريطانيا لكي لا تضيع وقتا للبدء في إجراءات خروجها من الاتحاد. وسيسعى القادة الأوروبيون في اجتماعهم لرسم مسار لمستقبل اتحادهم بعد نتيجة الاستفتاء الذي قضى بخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية وهز أسواق المال والأسهم العالمية. طالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتفعيل آلية انسحابها الواردة ضمن معاهدة لشبونة بأسرع ما يمكن من أجل تجنب أي ارتياب قد يكون مسيئا ولحماية وحدة الاتحاد. وفي قرار اعتمد بغالبية 395 صوتا مقابل 200 أكد النواب الأوروبيون أيضا أن الرغبة التي عبر عنها الشعب البريطاني يجب أن تحترم بشكل كامل. أعلنت لجنة التحقيق المصرية في تحطم طائرة مصر للطيران التي سقطت الشهر الماضي في البحر المتوسط
أنه تم إصلاح الصندوق الأسود الخاص بمعلومات الطيران، والمعروف أن التسجيلات الموجودة في ثاني الصندوق في ثاني الصندوقين الأسودين هي الوحيدة التي يمكن أن تكشف أسباب تحطم الطائرة في البحر. تصل مساعدات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال إلى كل زاوية من زوايا الإمارات، كما تصل أيضا إلى محتاجين لهذه المساعدات في أكثر من 45 دولة حول العالم. في هذا الإطار أطلقت المؤسسة من بين مشاريعها حملة توزيع طرود غذائية على آلاف الأسر في قطاع غزة، وتعد المؤسسة مثالا للإحساس بالمسؤولية تجاه الجميع وتجاه محيطها الإنساني، حيث يمثل العمل الإنساني الذي تتميز به سلوكا حضاريا ترتقي به المجتمعات. داعش إعلام فعال ودعاية كبيرة تخفي وراءها انهيار التنظيم وفشله، هذا ما سنتابعه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ما هي إلا ساعات من إعلان الملا هيبة الله لخواند زادة زعيما جديدا لطالبان، حتى خرج أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في حديث مقتضب يعلن فيه البيعة مجددا لطالبان وزعيمها، على الرغم من كل الخلافات التي عصفت بالتنظيمين خلال السنوات الخمس الأخيرة. هذه السرعة في البيعة أرجع أسبابها مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إلى أن تنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري يسعى إلى استعادة العلاقة القوية مع جماعة طالبان الأفغانية باعتبارها الحاضن الأكبر للتنظيم، هذا ما ظهر. لكن في الخفاء هناك نقاط خلاف جوهرية بين التنظيمين لا تسمح لهما بالتقارب الحقيقي، نتابعها مع الزميل زكريا نعساني. ظاهريا نجد أن طالبان والقاعدة يواجهان مصيرا مشتركا في أفغانستان ويتعرضان لضغوط كثيرة، إلا أن هناك عدة نقاط اختلاف وهي نقاط جوهرية. أبرز تلك النقاط تتمثل في التمايز الإيديولوجي بينهما، فالقاعدة هي تنظيم عالمي لا يعترف بالحدود السياسية خاصة في العالم الإسلامي، على عكس طالبان تماما، إذ أنها تدعي بأنها تعمل كحركة تحرر وطني تلتزم في ممارساتها بالحدود الأفغانية وتحاول أن تظهر أنها تحترم إقامة علاقة حسن الجوار مع الدول المحيطة. أما ثاني نقاط الخلاف الجوهرية بين الطرفين فتتمثل بالمنهج الديني والعقائدي، فالقاعدة تنتمي إلى المدرسة السلفية الجهادية وتدعي أنها ممثل ديني قوي، أما طالبان فإنها تتبع للمدرسة الديمبودية التي تستمد أصولها من المذهب الحنفي التقليدي. ثالث النقاط الخلافية تتمثل في نظرية التوسع، فالقاعدة تعتبر أن القوة في الأرض الواحدة وتدعي أنها من أفغانستان تريد توحيد العالم الإسلامي، في حين طالبان لم تنفذ أي عملية مسلحة خارج إطار أفغانستان كبلت تعمل بداخله. وهذا كان واضحا، فالخلاف الحاصل بينهما في فترة زعامة الملا أخطر منصور كان معتمد على رفض دعوة الظواهري إلى شن هجمات على المملكة العربية السعودية وحلفائها الغربيين. رابع نقاط الخلاف هو العرقية، فطالبان تشترط لزعيمها أن يكون تحديدا من الإثنية البشتونية، وكذلك يطبق هذا الشرط على كبار القادة. أما القاعدة فلا حدود ولا جنسية لزعيمها أو قادتها الكبار. ومن النقاط الخلاف الجوهرية هو العمل السياسي، فإننا نجد أن القاعدة ترفض المهادنات ولا تعمل تحت إطار أي حكومة كان شكلها ولو كانت تنتهج نفس منهجها. أما طالبان فإنها تعتبر أن ارتباط القاعدة بها يعطل عملية السلام التي من المفترض أن تمضي بها مع حكومة الرئيس أشرف غني. ما يعني هذا؟ إذا هادن الطالبان الحكومة الأفغانية فإن حربا ضروسا ستقوم بين الطرفين، لأن كل منهما معرض للملاحقة والضغوط، وبالتالي لم يعد المجال متاحا لكي يدافع أحدهما عن الآخر. أخيرا، إذا نقلنا ما قاله نجل أسامة بن لادن عمر بن لادن سنة 2010، فإن حقيقة العلاقة هي أنهما تتوحدان معا عندما يكون هناك ضرورة لذلك، فإنهما غالبا سيتقاتلان إذا لم يعد هناك أعداء آخرون على الأرض. وهنا يتضح أن العلاقة بين القاعدة وطالبان قائمة فقط على أساس المصلحة، وأن الود لا يربط بين الجماعتين، وأن الواقع يفرقهما والأهداف كذلك.
ولكن ما ظهر الموضوع أكثر هو قيادة الظواهري للقاعدة والنظرة التي يكتنزها أفراد طالبان لشخص أيمن الظواهري الذي فشل بنظر الكثيرين في قيادة القاعدة. لطالما اختار قادة القاعدة منذ أيام أسامة بن لادن الاختباء في أفغانستان وباكستان تحت جناح طالبان، ولطالما كانت العلاقة بين التنظيمين الإرهابيين معقدة. في الوقت الراهن ومع دخول جماعة طالبان مرحلة جديدة بقيادة جديدة أيضا، هناك مؤشرات على أن القاعدة ستجد من الصعوبة إبقاء كبار قادتها في المنطقة. إليكم تحليلنا. طالما سعى أسامة بن لادن للحصول على حماية طالبان مقابل مبايعة زعيمها آنذاك الملا عمر، بعد أكثر من 5 سنوات من مقتل بن لادن وأكثر من 3 سنوات على وفاة الملا عمر، فإن قواعد اللعبة تغيرت. فاليوم تتم مطاردة قادة التنظيمين. طالبان تواجه حاليا تمردا متجددا بينما تحاول حل بعض مشاكلها، وفي الوقت الذي بدأت فيه شبكة حقاني بفرض هيمنتها داخل طالبان. كل ذلك يأتي بالتزامن مع شكوك كبيرة وسط فصائل طالبان، بما فيها الشكوك التي تحيط بظروف مقتل الملا أخطر منصور في غارة جوية في طريق عودته من إيران. باختصار، طالبان لن تقبل بخسارة تركيزها حتى ولو كان الأمر يتعلق بحماية كبار قادة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة التي كانت تربط بين بن لادن والملا عمر تعود إلى زمن بعيد مقارنة مع الظواهري الذي لا تعيره فصائل طالبان أي احترام ولا ترى فيه إلا مجرد جالب للمتاعب. فطالبان تعتقد اليوم أنه بغياب القاعدة قد تتراجع الضغوط الدولية حيالها. زعماء حركة طالبان ينظرون إلى الظواهري على أنه قائد ضعيف لتنظيم فاشل. وفي المقابل فيبدو أن الظواهري منزعج من قادة طالبان أيضا، ففي رسالته الأخيرة كان لدى الظواهري الكثير ليقوله عن الملا عمر، لكنه اكتفى بذكر زعيم طالبان الذي قتل مؤخرا الملا منصور بإشارة عابرة. في ظل هذه الظروف سيكون من العدل القول إن علاقة البيعة أصابها التصدع بشكل تصعب معالجته. أيام اختباء كبار قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان تبدو وصلت إلى خواتيمها، ومن الآن فصاعدا من المتوقع أن يسعى كبار قادة القاعدة للبحث عن كيفية إنقاذ حياتهم ومغادرة المنطقة والبحث عن ملاذ آمن جديد في مكان آخر في العالم. معي عبر الهاتف من عمان الدكتور حمدي مراد، عضو رابطة علماء الأردن وبلاد الشام وباحث ومفكر إسلامي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور حمدي. كيف تتابع حضرتك هذه العلاقة اليوم بين القاعدة وطالبان، وكيف اختلفت عن السابق بعد ما وصلت إليه القاعدة هذه الأيام من تراجع يحكى عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم أو صباحكم، وشكرا لتلفزيون الآن مساء. أعتقد أختي الفاضلة، ولا نستطيع عبر يمكن الوقت محدود أن نضع تفاصيل، وليتنا في حلقة أخرى نضع كثير من التفاصيل تهم المشاهد والسامع حتى يتتبع طبعا الفواصل التي مرت بها هذه العلاقة. على أي حال، بدأت العلاقة على اعتبار أرض أفغانستان، ثم نقلها بن لادن خارج خارج أفغانستان، وكان هناك توافق نسبي بينه وبين الملا عمر لا بأس به، وباعتبار طموح ليس إمارة إسلامية في أفغانستان، وإنما سيكون لها امتدادها في العالم العربي والإسلامي قدر الإمكان. فراق ذلك ربما لملا عمر، ولكن مع ذلك حتى في حياة بن لادن تم الاختلاف بينه وبين الملا عمر على هذه التفاصيل في الخارج والعمليات في الخارج، وبدأوا يشعرون أنهم دولة بدأت جديدة، أي دولة طالبان في أفغانستان. ولا يزال كان صراعهم مع الفصائل الأخرى، مع سياف وحكمة يار ورباني ويونس خالص، قادة الجهاد السابقين المعروفين، الفصائل الكبرى في الجهاد. أحسوا أن صراعهم الداخلي والانتباه للداخل أهم حتى زمن بن لادن، لكن بن لادن كان دعمه المالي يلعب دورا،
على كل حال انتقلت هذه إلى مرحلة جديدة بعد استهداف بن لادن الذي تم، وأصبحت القضية واضحة أكثر عند ملا عمر وكذلك من معه في قيادة طالبان. طيب دكتور حمدي، حتى لو كان بموضوع أسامة بن لادن، اعذرني بأنه طبعا الموضوع المادي كان يلعب دورا مهما يعني ويؤثر، ولكن ليس كافيا صحيح لتغيير العلاقة، يعني هذه العلاقة المتغيرة وحتى المتطرفة جدا، يعني كان يتم قادة القاعدة كانوا تحت جناح طالبان عندما يلوذون بالفرار ولي أفغانستان وباكستان، اليوم طالبان ترى ظواهر كقائد ضعيف لتنظيم فاشل، ماذا يعني هذا الموضوع وماذا يقول لنا عن العلاقة بين أي تنظيم متشدد وآخر؟ أختي الفاضلة، يعني أنا أعتقد أنه لم يكن يوما في عقلية طالبان بشكل استراتيجي موضوع البعد العالمي عبر العالم العربي والإسلامي لطالبان، وإن كانت هذه رؤية بن لادن سابقا الشمولية كما يقال، هذه الشمولية لم تكن حتى عند ملا عمر، لكنه كان يرى في بن لادن رؤية متميزة، أنه قائد وشخصية ما فيها روحانية جذابة وفيها أموال جذابة، ولكن ليس قائدا سياسيا محترفا ولا قائدا عسكريا محترفا. الموضوع هناك فواصل انقسامية من البداية جمعتها مصالح، مصالح الطالبان كانت في بداية صراعها الداخلي، بعد أن استقرت بدأت ترى أن القاعدة عبء، لأن القاعدة شغلها الشاغل أصبح خارج أفغانستان وما عاد لها من دور داخل أفغانستان فدورها خارجي، وبدأت أيضا القاعدة تجر طالبان باتجاه الخارج، وبدأ الطالبان ترجع عن هذا البعد شيئا فشيئا، وبعد سقوط بن لادن أصبحت المسألة أوضح عند طالبان، وبعد موت ملا عمر بالتأكيد كان هناك قرار استراتيجي عند طالبان أن لا علاقة لهم بالقاعدة بمفهومها الاستراتيجي، وأنهم سينسلخون بالتدريج وينعزلون عن أن تجر القاعدة عليهم ويلات دولية هم بالغنى عنها ولا يريدون التفكير خارج حدود أفغانستان. نعم، أنا أشكرك جزيلا. أعذرني على المقاطعة، يعني كما قلت في بداية مداخلتك المقدرة جدا بأنه يطول حديث عن هذا الموضوع في أوقات لاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور حمدي مراد، عضو رابطة علماء الأردن وبلاد الشام وباحث ومفكر إسلامي، شكرا على هذه المشاركة من عمان. يستخدم داعش التقنيات الإعلامية بشكل جيد وفعال، فأفراد التنظيم متواجدة في كل مكان وهم نشطون جدا على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنهم ينتجون مقاطع فيديو ورسوما بيانية جذابة، لكن وسائل أعلام داعش لم تصدر أي صور أو رسومات تظهر التقلص في الأراضي الواقعة تحت احتلال داعش خلال العام الماضي. هناك سبب لهذا، فبالرغم من أن وسائل أعلام داعش نفسها تعمل كل شيء لتحقيق النجاح، لكن الحقيقة وراء الدعاية التي يقوم بها التنظيم هي أنها تنهار من أساساتها. من خلال تحليلنا ننظر إلى كيفية عمل وسائل إعلام داعش وسبب فشلها في كسب القلوب والعقول. وسائل إعلام داعش غير متطابقة معه. قسم الدعاية في داعش يعمل كوكالة إعلانات وتسويق، وقد يكون هو القسم الوحيد الناجح في تنظيم داعش الفاشل، فهو مطلوب منه أن يبيع ويروج فكرة داعش وأن يخفي حقيقة هذا التنظيم. داعش يستخدم أساليب خادعة ومضللة ليظهر على أنه فعال وناجح، ولكن كأي وكالة إعلانات تقوم بتسويق منتج سيء، فإن وسائل إعلام داعش وجدت أنه من الصعب جدا إخفاء الحقيقة. وسائل الإعلام في داعش تستخدم مراجع ثقافية غربية. داعش يكره أي شيء من الغرب، ولكن القسم الإعلامي له يقوم بتقليد أفلام الإثارة والرعب في هوليوود. هذا التكتيك يجعل داعش يبدو أحمقاً وفي تناقض مع نفسه. ليست جميع التضحيات متساوية. وسائل الإعلام في داعش تحب أن تعلن خبر موت مقاتليه ذوي الرتب المنخفضة، حيث أنها تعتبرهم شهداء وفقاً لمعتقدات داعش،
على ما يبدو إن وسائل إعلامه تكون سعيدة عند موت مقاتل عادي من التنظيم، بينما عند موت قائد ما فإن داعش يفعل كل ما في وسعه من أجل إخفاء ذلك. تحريف الحقيقة عندما لا تستطيع تغييرها. داعش يتعرض لواقع مؤلم، وهو أن دولته الوهمية قد انهارت، وأن داعش ليس لديه المال أو القدرة على توفير الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية للناس الذين لا زالوا تحت احتلاله، وهذه حقيقة هو غير قادر على تغييرها، ولهذا فإنه يستخدم ما تبقى من موارده على آلة الدعاية. الدمار الحقيقي ليكون قادراً على إنتاج ضجة إعلامية. واحد من الأسباب التي تجعل داعش يدمر مواقع أثرية مهمة هو الحصول على دعاية مجانية في وسائل الإعلام العالمية. داعش يدمر الكنوز التاريخية للدول مقابل استخدام الأخبار والصور الناتجة كدعاية له. نقطة رئيسة أخرى تبين التناقض في داخله هو أن داعش يقول إن هذه الآثار تحتوي على أصنام، في الوقت نفسه داعش يقوم ببيع أصنام أصغر لأعلى مزايد. بالتأكيد إن وسائل الإعلام في داعش لا يمكنها التعامل مع هذه التناقضات التي تجعله يبدو سيئاً. السبب الحقيقي وراء تركيز وسائل الإعلام في داعش على هجمات الغرب. إصدار داعش لبيان يدعو فيه لشن الهجمات على الغرب ما هو إلا وسيلة أخرى لكسب الدعاية المجانية، ويقوم بصرف انتباه وسائل الإعلام العالمية عن كتابة التقارير التي تظهر خسائره وإخفاقاته الهائلة في إقامة دولة فعالة. داعش يدعم الهجمات على الدول الأجنبية كوسيلة لمنع وسائل الإعلام من تغطية خسائره الكبيرة وفشله. الذراع الإعلامي لداعش يقوم بخداع جميع المسلمين، ويستخدم أي وسيلة لإلهاء وسائل الإعلام الدولية من تغطية خسائره، لكنها أصبحت خدعة واضحة، حيث أن إعلام داعش يستخدم هذه الطريقة في كل مرة، وهو يفقد مصداقيته في نظر مؤيديه. وسائل الإعلام في داعش تكافح من أجل التعامل مع خدع داعش الخاصة. هذه إحدى أصعب الحالات التي تواجهها وسائل الإعلام في داعش، حيث أنه يأخذ الفضل لقيامه بهجمات ضد النظام الأسد على الرغم من أنه كان يحارب الجيش السوري الحر. تم ضبط وكالة أنباء داعش أعماق، حيث أنها تقوم بادعاءات كاذبة عن نجاح الهجمات والمعارك التي يقوم بها. استخدام صور مزيفة. يستخدم داعش الممثلين لإظهار شهداء وهميين من أجل الحصول على صور ومقاطع فيديو لشهداء مبتسمين، وهذا يسبب مشاكل لمصداقية وسائل إعلام داعش على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المتعاطفين مع داعش لا يحبون رؤية صور القتلى سواء كانوا يبتسمون أم لا. ينظر إلى أعماق على أنها مصدر دعاية لديكتاتورية. يقدم داعش وكالة الأنباء أعماق على أنها وكالة مستقلة تقوم بنقل التطورات حيادياً في المناطق الواقعة تحت احتلاله، ومع ذلك لا يوجد شيء مستقل حول هذا، إنها مجرد مؤسسة إعلامية تتظاهر باستقلاليتها. في الحقيقة إن وكالة أعماق تشبه المؤسسات الإعلامية لأسوأ الديكتاتوريات عبر التاريخ، وإن هذا النوع من وسائل الإعلام مألوف جداً بالنسبة للسوريين والعراقيين. نناقش هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة بون الألمانية جاسم محمد، الباحث المتخصص في مكافحة الإرهاب والاستخبار. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. كيف تبعت، استمعت التقرير أعتقد، كيف تبعت هذا الموضوع؟ بداية موضوع التقنيات الإعلامية المستخدمة والتي طبعا يعني رأيناها كلنا، إلى أي درجة هي شكلت نقلة نوعية مقارنة بتنظيمات أخرى، وكيف تحاول نشر ما تمارسه؟ نعم، يعني تنظيم داعش ربما تميز عن باقي التنظيمات وعن تنظيم القاعدة في تقنية إنتاج وسائل، يعني المواد الإعلامية وخاصة الإعلام المرئي باستخدام تقنيات حديثة، وكان هنالك إجماع وأصبح معروف بأنه يستخدم عدد من الكاميرات في المقطع الواحد، ممكن يستخدم أكثر من 5 كاميرات إضافة إلى جيل جديد من التقنيات. هذا تميز به هذا التنظيم على بقية الجماعات المتطرفة، ويبدو أنه استخدم التمويل، يعني ما يحصل عليه هذا التنظيم التمويل مكن من استخدام هذا
يعني الدعاية المتطرفة كوسيلة لاستقطاب العقول والشباب. طيب يعني هذا نعم. موضوع كمان في عدة نقاط بهذا التقرير نود أن نناقشها مع حضرتك، أنه لا تصدر أي صور طبعا تظهر خساراتها، تظهر التقلص على الأراضي، هذا شيء طبيعي يعني، أو هي لم تكن تتوقع هذه الخسارات فهي لا تحتمل اليوم أن تقوم بنشر ما تخسره على الأرض؟ هي على دراية ما يحصل، ويعني وسائل الإعلام وهذا الذراع الإعلامي إلى هذا التنظيم هو قائم على يعني الكذب الممنهج وعلى التعبئة. وهذا يذكرنا في موضوع الدعاية عند هتلر والنازية، كانت هنالك مقولة كذب كذب حتى يصدقوك، وكان هنالك وزير إعلام مشهور أو مستشار إعلام مشهور هو جوزيف غوبلز الذي أصبح مثالا إلى الأنظمة الشمولية. وجاء في التقرير كان نقطتين مهمة، وهي أولا التناقض وكذلك الخديعة. وأجد أنه هذا التناقض والخديعة لا يتحدد في موضوع وسيلة الإعلام أو إعلام داعش الإرهابي، وإنما أيضا في أيديولوجية هذا التنظيم. هذا التنظيم نعم هذا بالضبط، يعني السبب الأساسي هو فكر هذا التنظيم. يعني نقطة مهمة هذا جدا سيد جاسم، يعني اليوم عندما وإذا يعني كما قلت مثل أيام هتلر كذب كذب حتى يصدقوك، هل يصدقون التنظيم ولمن هذه الأكاذيب؟ يعني كل العالم والتحالف ضد داعش طبعا ووفق كل التقارير التي تصل لكل وسائل الإعلام واضح للجميع ماذا يحقق التنظيم، ما يمارسه من انتهاكات وما يحققه الأفراد، هل هي لمعنويات الأفراد؟ ما الأفراد يعلمون، يعني هو يعترف فقط بالرتب المنخفضة عند قتلهم، ولكن الأفراد يعرفون أيضا من يقتل في التنظيم. هو مقام على أساس التعبئة، وهو موجه إلى جيل من الشباب. يعني ونلاحظ أنه هذا التنظيم يعني حتى اختلف عن بقية التنظيمات، حتى القيادات وأصحاب الفتاوى والمشايخ هي من جيل الشباب التي لا تتجاوز أعمارهم 20 إلى 25 وربما أقل. فإذا هو يوجه هذا الخطاب إلى هذه الشريحة من الشباب، ولذلك هو وجد أكثر انتشار في وسائل التواصل الاجتماعي معتمدا على هذه التقنية. أما موضوع أنه عناصر هذا التنظيم هل هم على دراية أو لا، بالتأكيد هم على دراية، لكن بعد التحاقهم بالتنظيم لا يوجد لديهم خيار غير الاستمرار في هذا التنظيم. نعم. بوسائل هذه الإعلام التي وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها داعش، هل من موضوع كان مثل بمثابة منعطف خطير برأيك، كان يعني ملفت جدا حينها لفتك بأنه إلى أي درجة هو مغاير، يعني مدى مغايرة هذا الموضوع للحقيقة على الأرض؟ وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان على تويتر او الانستغرام كان هنالك الكثير من الدعايه الممنهجه او المبرمجه في حقيقه هذا التنظيم، يعني ما يدعي يكون على خلاف، اضافه الى انه الكثير من الاخبار التي صدرت على تويتر على سبيل المثال كانت ايضا غير حقيقيه، وذلك من خلال شهادات المشقين أو من خلال معتقلين لتنظيم داعش خاصة. لاحظت هنا سيد جاسم بموضوع الدعاية هذه لتنظيم داعش بأنه في كلما يتغير الأسلوب على مع وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كلما تزداد الخسارات على الأرض، وكما ورد بالتقرير بأنه هذا دليل على أنه التنظيم ينهار من أساساته، كلما أصبح الإعلام نعم. تابع للتنظيم مبالغا فيه أكثر. يعني نلاحظ الآن يعني السياسة الإعلامية كأنما تتصاعد تصاعد عكسي مع ما موجود على الأرض، يعني الخسارة وتقلص الجغرافيا أو الأرض التي يقف عليها هذا التنظيم لا تتناسب مع حجم الدعاية التي يحصل عليها هذا التنظيم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا الدعاية هي وسيلة ممنهجة ومبرمجة وتعبئة في سبيل التغطية على خسارات على الأرض. نعم. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من مدينة بون الألمانية جاسم محمد الباحث المتخصص في مكافحة الإرهاب والاستخبار، شكرا سيد جاسم.
ونحن باقون معكم لنتابع بعد الفاصل. نازحون من منبج يروون جرائم داعش بحقه. أحييكم من جديد في لقاء خاص مع أخبار الآن. قال مختار خليفة المعداني رئيس بلدية سرت إن سرت الليبية إن فكرة داعش غير مقنع وقائم على ضلال، مضيفا أن المجتمع الليبي لا يقتنع بهذا الفكر بل يحاربه بكل ما أوتي من قوة، مردفا أن بعد مرحلة التحرير العسكري ستنصب الجهود على تطهير الأفكار التي حاول تنظيم زرعها. يعني هم لا يوجد لديهم فكر، يعني المقارنة إن لا يوجد لديهم فكر، لا توجد لديهم أرضية، إن الإنسان أو القلم أو العلم يعني إن للناس المتعلمة والناس حتى الثقافة البدوية الموجودة في عقول الناس هم طاردين لهذا الفكر التكفيري. هم بدأوا ممارستهم على أنهم أنصار شريعة وبدأوا بأن في مصالحات بين الناس، ثم تطور الفكر إلى أن وصلوا لتنظيم داعش، يعني تنظيم داعش يعني الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق. ما علاقة ليبيا بالشام والعراق يا أخي العزيز؟ ما علاقة مدينة سرت بما يحدث في ما علاقتها؟ هم يحاولوا أن يخلقوا الأوراق، يحاولوا أن يوتروا الوضع في ليبيا، يحاولوا أن يضربوا النسيج الاجتماعي في ليبيا، ولكن نقول لهم هيات هيات، ليبيا أكبر والنسيج الاجتماعي السرتاوي أكبر من أفكاركم وأكبر من معتقداتكم البالية الجاهلية. المهم أن تتخلص هذه المدينة التاريخية من هذه الأيام الصعبة التي تمر بها وتمر بها المدينة، وخاصة بعد أن يتم تحريرها من هذا التنظيم الإرهابي. سوف نقوم بإعادة إعمارها من جديد، وسوف نبنيها بسواعد أهلنا، وسوف يكون هناك إن شاء الله الوعاظ الحقيقيين من خلال المساجد، وسوف يكون هناك الجامعة المفتوحة، العلم، التوجه إلى البناء والعمل، وسوف نطرد هذه الأفكار البالية، الأفكار المرتدة. يحاولوا أن يزرعوا فينا أفكار جاهلية ويحاولوا أن يضربوا النسيج الاجتماعي، ولكن نقول لهم إن مدينة سرت هي أكبر منكم. عقوبات قاسية لأتفه الأسباب، منها الجلد والغرامات ومصادرة الممتلكات. كلما تحررت منطقة من داعش أو كلما استطاع سعيد حظ الهرب من مناطقهم تروى قصص عن مدى الجرائم المرتكبة والظلم الذي يمارسه التنظيم بحق المواطنين. أخبار الآن التقت في قرية حسن آغا والتي تبعد عن منبج حوالي 3 كيلومترات جنوبا، التقت عددا جديدا من النازحين أو الهاربين من حكم داعش. أنت ممنوع تطلع برات منطقة بيها دولة يعتبرونك مرتد، فالتجينا شغل الدخان. في البداية كان جلد يقضبك يجلدك، أنا شريت 60 جلدة، ظليت شهر جسمي مشوه مشان دخان. وين بدي أشتغل؟ عندي ولاد وبدي أشتغل، إجباري اضطريت أشتغل بالدخان، أنا ما أروح أسافر برا. بعدين التجأ أمي لكل كروز دخان غرام ذهب. شوف القرية هي على مستوى يمكن تطلع 100-150 بيت، يمكن خسرت 200 مليون غرامات سيارات، ياخذ سيارتك وحق الدخان ويرجع يغرمه كل كروز غرام ذهب، شو يضر عليك انت؟ يخرب بيتك. وهو يرجع ياخذه ويشربوا ثلاث ارباع يدخنون يشربون دخان. هاي بالبدايه رجعوا التجأم الحظ بهالوقت هذا الحالي. انا اخويا راح عمره 26 سنه عنده 5 ولاد حاطين لقم، وين ما يجون يحطون الغام بالبيت بالفرش بالمخاد، وين ما يجي بده يحط لقم، طق عليه لقم اشتلوا. عمره 26 سنه وراه 5 ولاد اعمالهم ما حد يقبلها. بعدين شوي شوي لما تمكنوا بالارض وتمردوا ذبحوا الشعب، هلكوا الشعب، لا مدن يخلص منهم لا حرمة تخلص منهم. انا اخوي سجن 15 يوم ومسكنه، رحت اسال عنه يقول لي مشان شنو؟ قلت له مشان دخان. قال خلي يفطس، لا تسال عنه هذا. ليش يفطس؟ قال هذا مفسد بالارض. طيب تاجر دخان مفسد بالارض؟ عايش اشتغلت اعيش. انا اللي خذوني هم هاي جماعه الحسبه اللي مختصه بهيك مسائل من الجزائر ومن ليبيا ما اعرف وين، قال انا اشرب معسل واخلط معاه حشيش واشرب، هذا يقول انا اخلط ما اعرف شنو واشرب معاه ويشربون دخان. بس اجي نشوفهم يشربون دخان، مسكوا عندي كروزن دخان ضربني 60 جلده لسه ما كان وقت يوم الغرامات. رجعوا التجوا القانون الغرامات، يلقوا عندك دخان بده يجلدك ودوره شرعيه
مع غرامة، كل كروز وخان غرام ذهب. طيب انت هتطلع تبيع كروز وخان تطلع لك 200 300 400 500 اجيب خبز لعجالك، تروح تبيع قاعدك تفك الغرامة، ياخذون سيارتك، ياخذون محل على الطريق ينحرقوا هو وكامل، وحتى مصاري يحرقون معه، بيوت خذوهن حرقوهن، حتى لمبات الكهرباء فكوهن مشان دخان. أسوأ قصة صارت معي اللي ذبحوا أخوي بلغهم. أنت عتقاتل، روح قاتل بطريق عسكري بجهة عسكرية، حط لقم برات العسكري، مو حاط لقم بين الفرش وبين اللحف وبين البيوت وبين الأطفال وبين، مشان إيش؟ أنت مو عتقاتل، أنت عدوك مبين، حط له واجه عدوك وقاتله. هذا الرات العسكري جاي واجه بلغم بالفرش، بالفرش حاطين الألغام باللحف بالكبسات الكهرباء بالباكيت بالمصاري كل شيء حاطين لك الألغام. طلعت وقت الصلاة ومسكوني الحسبة، قال ليش انت الصلاة؟ قلت لهم رايح، ويقول لي انت كذاب اطلع، ضربوني الطيارة وطالعوني بل شو اسمه بالفوكس بالفان معها، وخذوني على مدرسة، هاي اسمها مدرسة معاوية، إيه خذوني وقالوا لي إذا ما تعرف التحية، قال لي أقرأ التحية، قلت لهم ما أعرفن، يقول معناته ودك تظل لمن ما تعرف التحيات يعني كلهن، ونعلمك الصلاة هنا، قلت لهم ما أعرفش، قرأت لهم التحيات وكان يقول يلا أطلع، خذهم هوي جدي، طيتهم هوي جدي وخذوها، قال تسوي دورة شرعيات ترجع تأخذهن، وأنا ما سويت لا دورة شرعية ولا شيء. ووقت حررنا الفرقة 17 شفت إنه بس على دار النعيم، شفت شنو أنت يقصون الروس، قصم الروس وحطم رأس وقلب دار النعيم، قاموا يلعبون بي نفس الطابة، رفسونه خمسة هما مسوين دائرة ويلعبون، هذا يشوط هيك وهذا يشوط هيك، يضربون بالرأس. باقونا معكم مشاهدينا لنتابع بعد الفاصل. موائد الخير في شهر البركة ترعى المحتاجين في السعودية. أحييكم من جديد. تتواصل جهود العلماء وتجاربهم الناجحة في الفضاء، حيث أثبتوا أن تربة المريخ صالحة للزراعة، ما يعني تصاعد الآمال في إمكانية إقامة مستعمرة زراعية على سطحه. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، فقد حاول الباحثون في هولندا زراعة بعض المحاصيل في تربة تشبه تربة الكوكب الأحمر وكذلك القمر. الاختبارات التي تمت على زراعة الطماطم والبازلاء والفجل أثبتت أن تلك الأطعمة ليست فقط آمنة بل صحية أكثر من تلك التي تتم زراعتها في تربة الأرض. ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي دكتور محمد داود، استشاري الموارد المائية في هيئة أبو ظبي للبيئة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور محمد. بتعليقك على هذه التجربة، وهل يجب أن يهمنا الموضوع؟ الحقيقة إذا بنتكلم على نجاح الزراعة في أي مكان، سواء على الكرة الأرضية أو سواء على الكوكب الأحمر المريخ، لابد أن احنا ناخد في الاعتبار أنه توافر ثلاث شروط على سبيل نجاح الزراعة. العنصر الأول هو توافر العناصر الطبيعية أو الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة، زي المياه، زي التربة، زي ما حضرتك قلته في التقرير، زي العناصر الجوية أو الجو المحيط بهذه الزراعة. نعم. فالعنصر الثاني هو إمكانية تسويق وإنتاج الماء يمكن أن تنتجه زراعيا، كيف تسوقه أو من سوف يستخدمه. والعنصر الثالث هو اقتصاديات الزراعة، يعني هل هي مكلفة هل هي غير مكلفة، كيف يتم التعامل معها. فناخد عنصر من كل عنصر من هذا ونحلله بالنسبة لموضوع المريخ. إذا تكلمنا على المريخ، فدرجة الحرارة على المريخ حوالي العظمى 133 درجة مئوية، والوسطى 55 درجة مئوية، والدنيا 27 درجة مئوية، وبالتالي هذه درجات غير صالحة للزراعة من حيث صلاحيتها في الجو المريخ. الحاجة الثانية أنه حاليا حتى الآن لم يثبت بدرجة كافية وجود أي نوع من المياه على المريخ اللي هي صالحة لاستخدام الزراعة أو ما تسمى بالمياه العذبة. حتى البحث الأخير اللي نشر من أحد الطلبة واستخدمته ناسا في إشارات ودلائل لوجود مياه على سطح الأرض،
سطح المريخ أو الكوكب الأحمر هي دلائل تشير إلى وجود قليل جدا من المياه، ولكنها حتى بدرجات ملوحة عالية جدا لا تصلح للاستخدام. طيب وفق الدراسة وفق الدراسة نتحدث عن التربة، وجود التربة. شكرا لك دكتور محمد. على الكوكب الأحمر نتحدث عن وجود التربة بشكل أفضل من الموجودة على الأرض، لماذا؟ ما العوامل ممكن هي تؤدي لهذا الموضوع؟ هذا ما زال في طور البحث، ولسنا متأكدين من إمكانية وجود هذه التربة بشكل كبير، وممكن إمكانية وجودها قد تكون هناك وجود نوع من التربة، لكن هل هي العنصر المحدد لنجاح الزراعة؟ أحيانا نحن عندنا حاليا ما يسمى بالزراعة بدون تربة، يعني هناك حاليا تجارب كثيرة جدا تشير إلى إمكانية الزراعة بدون تربة على الإطلاق، والمنتج الزراعي بتاعها جيد جدا. هل الجدوى الاقتصادية من الزراعة على المريخ قائمة؟ هل أنا يعني حاليا سفينة الفضاء بتستغرق ما يقرب من 9 شهور إلى سنة عشان توصل إلى المريخ؟ لو أنا عملت منتج زراعي أو مستعمرة زراعية على المريخ، هل أقدر أنقل المنتجات الغذائية إلى الأرض؟ حتما بالطبع في هذا الوقت غير مجدية أبدا بالجدوى الاقتصادية. فقد تكون موجودة التربة، لا ننفي ذلك، قد يكون هناك بعض أنواع التربة لأن هناك أكثر من نوع من التربة على سطح الكوكب الأحمر، وقد تكون بعض أنواع هذه التربة تشابه تربة الأرض أو قريبة منها وتصلح للزراعة، لكن هل هناك جدوى اقتصادية من إنشاء مستعمرة زراعية أو إنشاء قطاع زراعي أو الاستثمار في الزراعة على هذا المريخ؟ ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر تعقيدا. سنترك الإجابة للأيام. أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي الدكتور محمد داود، استشاري الموارد المائية في هيئة أبو ظبي للبيئة. مع اقتراب غروب الشمس في المملكة العربية السعودية، وبينما يتجه الناس إلى بيوتهم لتناول الإفطار مع عائلاتهم، اختار عدد من الشباب التطوع لإطعام المحتاجين وتوزيع الطعام على من دهمه موعد الغروب ولم يصل بعد إلى وجهته. أخبار الآن رافقت هؤلاء الشباب المتطوعين في مغيب يوم رمضاني، حيث يطغى حب عمل الخير على الشعور بالجوع والعطش. أوشكت الشمس على المغيب واقترب موعد الإفطار، وبدأت تخلو الشوارع شيئا فشيئا. كل ذهب إلى وجهته حاملا ما لذ وطاب لعائلته، إلا فئة أخرى تتسابق ومنذ الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك في إقامة ولائم إفطار الصائمين في مختلف البقاع والساحات والمساجد، حيث تقام بعضها بجهود فردية وبعضها الآخر بدعم الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير الذين يتسابقون لكسب الثواب والأجر في هذا الشهر الفضيل. وتعكس هذه الأجواء حقيقة تظهر مدى ما يتمتع به أبناء هذا البلد الذين ينتشرون صغارا وكبارا، شيبا وشبابا في مختلف المناطق والساحات والمساجد، ويقومون بتجهيز تلك الموائد وتقديمها للصائمين بهدف فعل الخير والدلالة عليه، حيث تزين ساحات المساجد بالسفر العامرة التي ينال منها أصحابها بركة دعاء الصائمين. العمل التطوعي لابد له من فريق عمل ينظمون العمل ويقومون بتنظيمه. طبعا كون يكون شخص واحد فقط لا يستطيع على إدارة العمل، ولكن عدة أشخاص نقوم بتنظيم هذا العمل. طبعا منهم من يكون له تنظيم إداري، ومنهم من يكون له تنظيم مالي، ويختلفون على حسب الأشخاص اللي يستطيع على أداء العمل اللي يقوم فيه. ثانيا منفعة إخواننا بقدر ما نستطيع من أي نفع أو أي عمل تطوعي نستطيع أن نقوم فيه. بعض الجمعيات الخيرية أخذت على عاتقها مشروع إفطار الصائم، حيث انتشر المشروع في أغلب المساجد الكبرى في المدينة. مثل هذه المشروعات لا تشمل الجاليات فقط. والله أول شيء طبعا الحمد لله رب العالمين نشعر بغبطة وسرور شديد جدا جدا، خصوصا أن نخدم جاليات ومسلمين من مختلف مناطق، والأمر الأهم من ذلك كله أننا نحتسب الأجر عند الله عز وجل في الأول، يعني الأجر بحيث أننا نختار وتوفيق الله عز وجل حرمة المكان وحرمة الوقت وأيضا رمضان الكريم. فهذه كلها الأشياء تشعر الإنسان بنوع من الترابط مع إخواننا المسلمين، خصوصا أننا عندما نأتي في هذا الصيف الحار في الرياض في نهاية اليوم الشاق ونشارك الإخوة في يعني في دعمهم وتفطيرهم فنشعر الحمد لله رب العالمين بنوع من الترابط والتآزر مع إخواننا المسلمين.
على جانب آخر وفي الطرق الرئيسية للمدينة ينتشر جزء آخر من المتطوعين وهم يعملون بشكل إما فردي أو جماعي، حيث يقومون بتوزيع علب الإفطار على من لم يحالفه الحظ للوصول إلى منزله وتناول الأفطار مع عائلته. عمل تفطير الصائم وعمل تطوع صراحة هي بالأغلب جانب إنساني أكثر من أنه جانب خيري، يعني الشخص في حالة أنه يطلع من دوامه ويروح يفطر الناس ويسمع دعاويهم وكلامهم الطيب صراحة ضماه وتعبه كله يروح، فهو الموضوع بجانب إنساني أكثر من أنه جانب خيري ولا جانب تطوعي. أرادت مقيمة في دبي تدعى سمية السيد تقديم شيء للتخفيف عن المحتاجين في شهر رمضان، فاشترت ثلاجة وملأتها بالطعام والماء ووضعت لافتة خارج منزلها تخبر الناس أن بوسعهم أخذ ما يحتاجونه من هذه الثلاجة. في غضون أسبوعين جذبت صفحة أطلقتها على فيسبوك للترويج لثلاجات الخير أو ثلاجات المشاركة أكثر من 20,000 عضو، وتسببت في وضع ما يزيد على 90 ثلاجة خير في أنحاء الإمارات العربية المتحدة. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، ويمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أشكركم على المتابعة دائما مشاهدينا، أدعوكم لمتابعة الزميل أحمد الرحاوي 12 بتوقيت السعودية.